يعني الشارع مقابل شارع بيقيم قاضي، هذا بيعمل فتنة، ما بيقيم قاضي. اليوم جينا الصبح بلشنا تنظيف وتكنيس بالمحل لننفض الغبرة اللي صارت علينا مبارح ونرجع نعيد حياتنا. كل يوم بيومه، ما منعرف تاني يوم شو مخبيننا، نمنع عشي وفقنا عشي. غريب اللي صار مبارح عن جد، كان شي مفتعل، كان شي مرسوم من قبل بنهار. نحنا حسينا بالتحركات قبل بنهار بالليل وكذا حدا تمنى علينا ما نجي تاني يوم على المحل. كان في تحضيرات لهالشي هيدا. بلش من هونيك قاطعين الحشود رايحين هيك بهذا الاتجاه، بلشوا يصرخوا ويعيطوا ويسبوا وشعارات والبدكة. فجاه في عسكري كان واقف هونيك، صاروا يدفشوا للعسكري وفاتوا. في زلمه ما بعرف اذا بيشتغل بالمحل هون اكل قتله، زلمه كبير ضلوا يخبطوا فيه شي 50 واحد، ركضوا حطوه بالزاويه هون وصاروا يخبطوا فيه وصاروا يكسروا كل شيء فيه، السيارات وهون كان في سيارات كل ازاز مكسر، كان في اوضه ازاز للناطور البنايه دبوها هون كسروها وصاروا يشبوا لتاني مال. شو ما في شبوا لتاني مال، اخر شيء بيجي شاب هون بيوقف لابس ملتم يعني بشيل فرده من ورا ظهره بقوس ثلاث رصاصات على الجالس، يعني بقوس مره اثنين ثلاثه بيسيب حدا من تاني مال وببلش رصاص يلعلع من هالمال ومن هذيك المال. يعني الناس قاعده على البلاكين عم تطلع، نحن ارزاقنا تحت عم تتكسر عم تكسر. اجا جيش، كان في عناصر قليله ما قدر هدي هون الجيش، قضينا خمس ساعات ربنا الحامي. صاروا يخبطوا على البوابات، يفتحوا البوابات، يكسروا السيارات، حجار وصريخ دغري سكر، نحن عم نسكر وصلنا لهون ودار قواص، صرنا نسمع القواص، القواص تخبينا بمدخل البنايه، بس رقت نكزه صغيره لانه انا عندي ابني مع التلاميذ عمره 3 سنين ونص كان هون بالفرير مع التلاميذ اللي تخافت كمان، وما قعدنا بالبيوت خفنا لانه صرنا نسمع قواص، قعدنا بالكوريدورات. انا صاحب المعرض هون، عندنا شي 25 سياره جوا هون حاطين هون، كلهم تخردقوا واشتغل علينا على المكتب جوا وخردقوا لي المكتب وما عرف كيف خلصت هربت، عرفت كيف يعني، وصاروا يقوصوا على الواطي على السيارات. يعني عربيه عم تصلح لها ازازه، عم تصلح ازازه، جيت لقيت السياره، سالنا الزلمه قال لي خيي انا واقف بالشارع ما مسؤولية مش علي. سيارتنا تكسرت ومين بده يعود علينا هلا بهالوضع اللي نحن فيه؟ يعني عربية بدها مصاري ليوم المصاري. أنا بيتي هون على الطابق الرابع ساكن فوق. عائلتي كانوا بالشقة، وصلت على البناية بس فت من الباب الخلفي طبعا، بالزور لقدرت أوصل. خلصت عائلتي، أولادي اللي كانوا مزروبين بين المطبخ والحمامات. هربتهم هريبة من الشقة. اليوم الصبح جيت لأتفقد البيت، ما فيني خبرك اللي أنا شفته، اللي شوف شي والحكي شي. القود الأولاد ما بعرف مقوصين فيها بشي متفجر لأنه الحيطان كلها مخزقة، تخوت مخزقة، الخشب مخزق. أنا عندي خسارة فوق $20,000 قلب البيت. $20,000 بدون يوم فرشنا صلح البيت، إزاز أو ألمنيوم أو خشب أو سجاد أو 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 أو. كل جار عنده مصيبة هلا. إنكم لسارقون. إنه هذه المرأة عندها خمس أطفال ومن يومين زوجت بنتها، إنه بتحس بقلبك إنه مرأة ناطرة بنتها عمرها خمس سنين جاية من المدرسة وخايفة عليها من القصف وتكره رصاصة براسها، يعني هذا شيء مؤلم جدا، مؤلم مؤلم محزن، يعني حرام. يعني حرام، يعني انا والله عظيم، يعني انا ما دخلني فيها المره ولا بعرفه ولا بعرف الحي كله، ما نمت كل الليل ودمعوا عيوني. وفعلا عم بحكيك يعني شيء محزن جدا، انه كرمال مين ولشو؟ هودي عيني رماني، بالنسبه لي هودي اهلي واخواتي ومظلومين مثل ما نحن انظلمنا، هن انظلموا كمان، انه في ناس ابرياء جوا كمان. حرام تقوس على بنيه في ابرياء. هالدم هيدا اللي هلا راحت فيه المره برقبه مين؟ وبي بكي نزل دمعته، بكي على الايام اللي بدها تيجي لما نوصل، انه ليش يعني هو قال انه رجعت الحرب، ليش رجعت الحرب؟ ليش بدها ترجع الحرب؟ يعني ما بدنا نحن حرب، يعني هذا بيت عدنا سنين وسنين، يعني مش معقول انه نتفه صغيره يعني طلعونا من هالبيت على شيء فاضي. الاحياء كلها مختلطه هون، يعني ما بتعرف مسيحي مسلم وين قاعدين وكيف، كلها مختلط الشوارع. كعالم بعضها ما في اي مشكله، العالم ما في اطيب منا على الارض، بس هو الخلاف كله سياسي وبس. اليوم غير عن ايام الحرب اللي قطعت،
احبابي ورفقاتي واصحابي كلهم عايشين بعين الرمانه. انا هون محلي بالشيح وانا عايشه بحر تحرير، ما في شيء ابدا.